تقريباً لي 11 سنة واني احلم انني انفذ هذا المشروع. يعني بيكون فرحة اول حاجة لي، وثانياً يعني تحقيق لحلمي الذي طالما سعيت له. حابب اني اقول لأي امرأة في حال انني حصلت على هذا المشروع انه مش صعب انك تحصلي على مشروع زي كذا، حتى لو انت من نفسك تتبني هذا المشروع. يعني مش شرط انه يكون كل مشروع فيه برغل، كوني انت قائدة نفسك وكوني انت ذاتك. حين يتعثر الحلم مرات عدة، ففرح ملامسته كأنما تنبت الزهور في فصل الشتاء. هكذا كان اللقاء بالحلم الذي ابتعد كثيراً بفعل الظروف والحرب والحاجة. ألف مبروك، يسعدنا في برنامج حيث الإنسان أن نحقق حلمك. شكراً 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 جزيلاً. مو قل لك يعني شعور ما يتصف، يعني ما أقدرش أيش أعبر لك يعني بالكلام. ما بس قبل هذا كله يعني الفضل يعود للوالدة، لأن هي كل خطوة أخطيها بسببها بفضلها. ثقتي فيني ووقوفها معي يعني هو اللي خلاني اليوم كذا، لأنني كنت بيوم من الأيام ما توقعش أنني بكون بالمكانة هذه.